مرحبا، السلام عليكم. كيف داير ديالي للمره الثانيه؟ هاتم شوفي مشاكم. والله انا شنو كنت كنقول لكم، قلت لكم انا غادي نخرج حتى الصباح مع الخمسة، نوصل للسبعة الستة كل قمت نتلاقى مع الاخ عبد الغني او نتلاقى مع الراجل ديال الاخت مديحة قبل ما يجي الاخ عبد الغني. صداقة البنات بي ما كاينش، اضطريت نقطع. انا كان عند الورق العنب وانا كنفتشو، انا نفتش بجهه السي مصطفى يفتش بجهه، ملي ما كاين شي بي في الصباح البنات اضطريت قطعت البي. دابا انا 8 غادي نوصل لانكارا، قولوا 10 ونص 11، يعني هاد الليله عندوزه في انكارا. صديقه ديالي ازلام الله يجازيها بخير غير سمعتني كتهضر معايا ملي كنت كنعمل ورق العنب، فتحنا اي شنو كنقولوا كارشلك، يعني فتحنا واتساب كتشوفني كنتهضروا وانا كنجمع نعدل في ورق العنب. قالت لي ها العار الا ما تمشي للدار، راه الولد يمشي عند صاحبه وانت نمشي. قلت لا 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 لا، ما ماشي حتى لهاد الدرجه. صوني تال البنات على بنت بلادي، بنت بلادك هي اللي تاختي بنت بلادك تمضغت ما تبلعك مسكينه. بقى لي ساعه عيطت لها قالت لي اجي على الراس والعين ما تعاوداش. قالت لي واش من نيتك كتسقسيني؟ الله يجازيها بخير وخلي لها ربي معزز عليها وخلي لها ربي بنيتها. المهم قطعت دابا اختي، كنتمنى ملي كنا ما جاف في الطريق باش ما ننساهاش ما تبقاش على الركبه ديالي. السي مصطفى قلبكم والله يعظم الاجر فينا جميعا، اجر عزانا واحد غير هو. انا ملي ها هي الاخت مسكينه، شوفوا انتصر هاي يما الحبيبه. انا اخت انتصر والحبيبه ديالي عرفتي ما جا واحد الفتنه. انا غير واحد شويه ونعاود نعاود واحد شويه نطلع للفوق ونعاود لك صافي. يلا الحبيبه ديالي بسلام. الزوينات ديالي دابا هي عاد تبقى تشوفني حداها عاد تهنى. الله يجازيها بخير كيف ما قلت لكم السي مصطفى كيعزيكم كاملين. واحد دقه الشتاء، واحد دقه الشتاء ووقتكم مفتونه. حنا قطعنا في بيغاسوس وبيغاسوس وتركيش ايرلاين بحال بعضياتهم. انا مشيت ديريك بيغاسوس، السيد ملي قال لي ما عندناش هنايا عرفتو الماء ديك الماء فحال تجهودوا لي حتى الركابي. قلت اويلي عندك نكونو قطعنا، عندك يكون السي مصطفى قطع لي بي وانا كنأكد عليه. شنو اسمه بيغاسو ملي ما جبرش بحال بعضيات هما اصلا هادو مع بحال انا السيد اللي خلعني طيح لي الماء في الركب. ودابا بدينا هاد المشوار اخواتاتي مع بعضياتنا، صبروا عليا انا ماشي مشتاقه في الفيديوهات دابا وساعه نفتح ونهضر، غير هو المشوار غيكون طويل وكخصني ولا بدا بحال اللي نتوما معايا نهضر معاكم، لان ما كاين حد من غير الله سبحانه وتعالى ودعواتكم. نطلع من الفوق ونجاوب البنت ونجاوب عاوتاك ميربات صونات عليا. لا اله الا الله محمد رسول الله، والله يسهل ما صعب. هذا هو الحبيبي TK flight 7. 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 7
ديري هنايا نزلنا كيفما شفتو. كنقول لكم نزلنا زعما نتوما معايا غير غنخرج من المطار ان شاء الله، غنشوف بار تاكسي نمشي عند الصديق. ايوا هانتوما مونسين كلشي، الناس مع بعضيات ورانا بوحدي. هذا هو ايوا الهلي خدتك الزين ديالي الحمد لله والشكر لله. حانت الزوينه ديالي وصلت بخير وعلى خير، جازت سفريه سهله مهله قسما بالله الا بالدعوه ديالكم والله الا جازت سهله. الله يثبت اجرك، الله يرحم والديك بارك الله فيك، يعطيك العمل الخير ربي بوحدو اللي كيعرف باش كيجازي مولاه. هاد الخطوات ديال الاجر كلها الحمد لله اللي كتب لينا نكونوا حتى حنا جزء منها باي شكل من الاشكال. والله العظيم الا قلت لهم في الفيديو قلت لها راه انتينا شاركتي معنا في الاجر قسما بالله. قلت لهم السيده الصديقه ديالي هي قلت لها انا غادي نجي عندك، ما قالت لا لا وعندها بنيه صغيره وهذه دابا الوحده، قالت لي اجي ملي دخلت وهي نعطيك العشاء ننزل لك لي في خويا ما كتحماق معايا. قلت لها جزاك الله كل خير، انتينا عاد تشوف فيديو قلت لها كان فيا الجوع كليت الطوست. الله يقدرنا على فعل الخير الحبايب ديالي وشكرا الصديقه اخت انتصار جزاك الله كل خير. الحبيبه ديالي كنبغيك وكنحماك بمناسبه الفرح ان شاء الله ان شاء الله. الحياه هذه هي فيها الفرح وفيها القرح، الدنيا هذا حاله. ايوا وانتم الحبايب ديالي حيت هاد المهمه قلت لكم غادي نعملها معاكم مع بعضياتنا. هانتوما مونسيني كنجلس هيدا نهضر معاكم، باقي ليه قلت لكم 3 ساعات ان شاء الله غادي نتمد فيهم. ايوا عاوتا كنكملوا المشوار ديالنا باش نمشيو عند الاخ الزوج ديال الاخت مديحه الله يرحمه ويجعل متواها الجنه، ونتلاقاو مع عبد الغني. ايوا والصباح رابح، كنبغيكم وشكرا على الدعوه ديالكم، احبكم في الله والى الفيديو القادم ان شاء الله. Thank you.